مرحبا بك الأستاذ فادي عبد الله. أنا الأستاذ عبد المنعم. يعني نريد نعم. توضيحا لهذا الموضوع، يعني ما هو طبيعة هذا القرار؟ يعني قرار المدعي العام هو بتعليق التحقيقات الجارية في موضوع دارفور السودان، بمعنى أنها لن تقوم بإجراء تحقيقات جديدة أو بجمع أدلة جديدة في الوقت الحالي، بالنظر لعدم تعاون السودان ولعدم قيام المجلس بأي مجلس الأمن باتخاذ أي قرار لإلزام السودان بالتعاون وفقا للقرار السابق من مجلس الأمن الذي طلب من المحكمة فتح التحقيق في الموضوع، وبالنظر إلى يعني محدودية الموارد التي يتمتع بها مكتب المدعي العامة وضرورة التحقيق في حالات أخرى. ولكن تعليق التحقيق لا يعني إسقاط أي من التهم التي سبق توجيهها إلى الرئيس السوداني عمر البشير أو إلى أحمد هارون وعلي كوشيب ووزير الدفاع. هذه التهم تم توجيهها، هنالك أوامر بالقبض صدرت عن القضاة وتستمر سارية المفعول إلا إذا قرر القضاة سحبها، إما على أثر وفاة أي من المشتبه بهم أو على أثر تقديم يعني أدلة تفيد بأنه لا ضرورة لإصدار أمر بالقبض عليهم. فبهذا المعنى القرار المدعي العامة يتعلق بعدم جمع أدلة جديدة أو إطلاق أو فتح قضايا جديدة للمستقبل، ولكنها لا تؤثر على القضايا التي سبق أن صدر فيها أوامر بالقبض. طيب أستاذ فادي عبد الله، الرئيس البشير في تعليقه على هذا القرار وصف هذا القرار بأنه يعني انتصار بالنسبة له، وأن الشعب السوداني يعني وقف معه، وأن المحكمة لم تستطيع القبض عليه لأن الشعب السوداني وقف معه. ما تعليقك على هذا؟ يعني المحكمة لا تعلق على تصريحات من النوع السياسي. المحكمة هي محكمة جنائية تعتمد على الأدلة والقواعد القانونية المطبقة، وفي هذا الإطار فهي تصدر أوامر القبض عندما يكون هناك أدلة كافية لهذا الموضوع. هنالك أمران بالقبض صدر ضد السيد عمر البشير لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، والمحكمة من حيث نظامها تطلب التعاون من الدول. يعني من تطلب منه المحكمة إلقاء القبض على السيد البشير هم الدول التي يقوم بزيارتها أو الدولة السودانية نفسها كدولة ملتزمة بقرارات مجلس الأمن. فهذا هو الموضوع الذي يهم المحكمة، هو هذا التعاون مع الدول، وعندما يتم خرق التعاون المتاح أمام المحكمة هو العودة إلى مجلس الأمن للقول بأن هنالك خرقا للتعاون، وهذا بضبط ما قامت به المحكمة من قبل. وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن لإلزام السودان بالتعاون، هنا المدعية العامة قالت أنها تعلق التحقيقات للمستقبل دون أن يؤثر ذلك على الماضي. طيب أستاذ فادي، أيضا يعني في سياق ردود الأفعال قادة الحركات المسلحة قالوا ربما هناك صفقة ما بين المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بشأن هذه القضية، ولذلك يعني قررت المدعية العامة تعليق التحقيق في هذه القضية. يعني كما ذكرت لحضرتك، تعليق التحقيقات يتعلق ب يعني عدم جمع أدلة جديدة أو إجراء تحقيقات جديدة، ولكنه لا يسقط أي من الدعاوى السابقة أو التهم السابقة ولا من أوامر القبض التي صدرت بحق السيد عمر البشير ومشتبه بهم آخرين، لأنها تظل سارية المفعول إلا إذا قرر القضاة أمرا غير ذلك بناء على أدلة أو بناء على يعني وفاة أي من المشتبه بهم. أيضا ورد أنه السيدة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هي قد أمرت بتحويل الملف من المحكمة الجنائية الدولية وإرجاعه إلى مجلس الأمن مجددا. يعني هل هذا بيعني أنه ربما مجلس الأمن ينظر في هذا القرار ثم يعيد مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ توضيح حول هذا الموضوع. يعني المدعية العامة لم تقل هذا. الملف القضائي يظل مع المحكمة الجنائية الدولية. ما طالبت به المدعية العامة هو أن يكون هنالك تحرك من جانب مجلس الأمن بالنظر إلى عدم تعاون السودان وبالنظر إلى عدم يعني إلقاء القبض على أي من المشتبه بهم. فهذا ما تقوله المدعية العامة، أن هنالك حاجة لتغيير توجه مجلس الأمن أو تعامله مع هذه القضية بالنظر إلى هذا، إلى غياب التعاون هذا. ولكن ليس هنالك، الملف القضائي يظل مع المحكمة الجنائية الدولية وليس هنالك إرجاع للملف بهذا المعنى. شكرا جزيلا أستاذ فادي عبد الله. أهلا وسهلا بك. مع السلامة.